متتبعي قناة أنفاس بريس، حنا الآن تتواجدوا في مقر عمالة بن سليمان حيث تتنعقد الدورة تاع جهة الدار البيضاء سطات اليوم 2/7/2022. من بين الإشكاليات الكبرى التي تعاني بها مدن جهة الدار البيضاء سطات، المشكل المتعلق بربط هذه المدن بعضها بوسائل النقل والتنقل. الإشكال هذا حاضر بشدة في خلال الدورة هذه، حيث أكدت مجموعة من المتدخل على ضرورة الاهتمام بشبكة النقل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. يعني مشكل التنقل ما بين المدن تاع الجهه، واش هذا الشيء تا هو مستحضرينه على مستوى الجهه؟ كيف ما حضرتوا معنا للدوره، فالبرنامج ولا جدول الاعمال كان كيحيط بجميع بالعديد من المجالات وعلى راسها النقل والتنقل. تشجعنا المبادره اللي دارت من طرف مجلس الجهه لتشجيع النقل في المجال الحضري، ولكن ايضا تمت البرمجه ديال مجموعه من المسالك الطرقيه على المستوى القروي في المجال القروي، وطالبنا بالمزيد من هذه البرامج، لان كما كنعرفوا وكيف ما اشرت ليه في التدخل ديالي، فملي كنديروا المسلك راه حنا راه النقل ديال البضائع، راه سيارات الاسعاف، راه عقار اللي ربما كنرفعوا من القيمه ديالو. فهادو امور اللي المجلس اليوم الحمد لله واعي بها وحنا كنشتغلوا عليها، والجدول الاعمال راه هو اكبر دليل على هذا. يعني من باش نكون معكم صريح، عندنا دراسة الآن اللي قريبة تنتهي النتائج ديالها لإعداد مخطط ديال التنقل داخل الجهة، علما على أن التنقل داخل المدينة يعني مكلفة به كازا ترونسبور واللي حنا طرف فيها، حنا والمدينة. دونك كاين جزئين من هذا إشكالية التنقل، كاين كل ما يتعلق بالميتروبول دار البيضاء وما يحول حولها بما في ذلك إقليم الوسار وإقليم ديونا والمحمدية، ثم كاين يعني خطط أو تنقل داخل الجهة بين أقاليم الجهة، وهذه هي عندنا دراسة اللي النتائج ديالها غادي تخرج خلال الشهرين المقبلين إن شاء الله، واللي من خلالها وحتى هي غتكون واحد من المكونات ديال المخطط الجهوي للتنمية، ومن خلالها غادي يتبين شنو هما البرامج ذات الأولوية حسب يعني ليزيرجونس وحسب كذلك الامكانيات، وان شاء الله قبل الدوره المقبله غادي نعلنوا على هذا الشيء. طبعا بالاولويات ديال اليوم ديال مجلس جهه الدار البيضاء سطات هو النقل والتنقل، وهذا اختصاص ذاتي اعطاه القانون للجهه. واليوم جهه الدار البيضاء سطات بصدد انجاز دراسه ديال واحد المخطط ديال سميتو المخطط الجهوي للتنقل داخل جهه الدار البيضاء سطات، واللي ان شاء الله حنا تنشتغلوا عليه، النتائج ديالو غادي يخرجوا باش يمكننا ان نديروا واحد التكامل ما بين التنقل داخل مدينه الدار البيضاء ولا داخل يعني المجال الترابي ديال مؤسسه التعاون ما بين الجامعات البيضاء، وكذلك بين باقي المجال الترابي ديال جهه الدار البيضاء سطات. كتعرفوا انه المساله ديال النقل والتنقل كيخص تما تكون واحد يكون عنده واحد التدبير اللي هو مندمج متكامل ما بين اليوم خطوط ديال التراموي بين الخطوط ديال الحافلات، وكذلك مع الخطوط ديال السكك الحديديه. احنا اليوم في بصدد المناقشه مع المكتب الوطني للسكك الحديديه باش يمكننا اننا نناقشوا معهم الخط يعني القطار الجهوي. هناك مجموعه ديال المشاريع اللي احنا اليوم كنشتغلوا عليها، هناك كذلك المساله ديال الطرقات وديال فك العزله على المجال القروي. وبالنسبه للنقل كتعرفوا انه مدينه جهه الدار البيضاء سطات هي من المساهمين الاساسيين في النقل داخل مدينه الدار البيضاء. خلال الايام الاخيره الماضيه الكثير من الاصوات ارتفعت وحذرت من مشكل تاع شح المياه على الصعيد الوطني. جهه الدار البيضاء سطات تتعرف هذا المشكل بشكل قوي جدا، منتخبي جهه الدار البيضاء تستحضروا هذه الاشكاليه شح المياه، بل ان في خلال الدورات الاولى لمجلس جهه الدار البيضاء سبق وان اكد السي عبد اللطيف معزوز رئيس الجهه على ضروره الاهتمام بهذه القضيه لانها التي تشكل مستقبل الجهه، فلا حياه بدون ماء. استاذ بسمة، جهه الدار البيضاء تتعرف واحد المشكل كبير على مستوى الشح تاع المياه، كيفاش انتم تتعاملوا معك في مجلس جهه الدار؟
على غرار باقي الجهات المملكة، جهة الدار البيضاء سطات كتعاني من مشكل ديال ندرة المياه. اليوم كما سبق وتكلمت في الدورة أننا احنا كنا برمجنا واحد اليوم الدراسي باش إن شاء الله نخرجوا به بتوصيات لا ميزون بلاس ديال واحد الاستراتيجية جهوية لترشيد استعمال الماء والآليات المقترحة لترشيد استعمال الموارد المائية على مستوى الجهة. من طبيعة الحال المسألة ديال الماء اليوم هي مسألة حيوية وبين الأولويات، كتعرفوا أنه المخطط اللي حطينا حنا يعني الاستراتيجية ديالنا كمجلس الجهة منذ البداية كان عندنا فيه ثلاثة ديال المحاور، أولا النقل والتنقل، الماء وكذلك التشغيل. بالنسبة للماء كتعرفوا أنه اليوم هذه الدورة هذه راه فيها واحد العدد ديال الاتفاقيات وديال المشاريع اللي والاستثمارات اللي غادي ديرهم جهة الدار البيضاء سطات بطبيعة الحال مع الشركاء ديالها في مجال ديال الماء، اولا كماده اللي خصنا نحافظوا عليها، ثانيا كاننا نوصلوا هذا الماء الصالح للشرب وهذه الماده الحيويه واحد المجموعه ديال الدواوير وديال الجامعات القرويه.